مشاهدينا، مثل ما وعدتكم قبل شوي، اليوم بدنا نعرفكم على شركة سبق وسلطنا الضوء عليها بآنا بيروت، وهي مؤسسة فرود بروس العريقة. احفظوا منيح الاسم فرود بروس، اسم على مسمى، والعنوان الوحيد والرائد لجميع أنواع الأسلحة الفردية والتقيلة من صناعة روشن، أمريكان، إيرانيان، تشاينيز وطبعاً لبنان. أصدقائي، ما تدوروا ولا تحتاروا، مجرد ما تزوروا أحد فروع فرود بروس لح تستمتعوا وتختاروا وتتزوقوا أفضل وأرقى وأجود الأسلحة الحربية. وين يا ترى؟ عنا بيروت. وهلأ خلونا نتعرف على مجموعة من القطع يلي كلن أكتر من حلوين. السلاح زينة الرجال. إذا زعيمكن عمل تصريح أو إذا بدكن تعملوا سيلف ديفنس أو حتى إذا بس عبالكن تخوفوا جيرانكن، فرود بروس ناطركن. من بعد الإعلان اترقبوا معنا ريبورتاج كتير مميز عن مؤسسة حشيشة بيو، أجود أنواع الحشيشة. وين؟ عنا بلبنان بعد الإعلان.